عتقونا عتقونا يا المشاهدين، اللي عنده شي وصفة كتبيض الوجه، كتحيد التجاعيد، كتصفي الوجه، تعتق السريعة سريعا نسات وبين الوجه الحقيقي. السلام عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، لانتم ولا الناس عزاز عليكم. اللايكات اللايكات والتعاليق والبارطاج، اللي ما دارش ابونيت ابونا سريعا نسات ما دارتش الفلتر ونسات ما دارتش الماكياج، بانت بوجهها الحقيقي واخيرا شفنا وجه السريعة الحقيقي. صراحة ما كنتش كنتخيلك خايبة على الدرجة، واخا كنت نتخيلك خايبة واحد شوية، واحد 30% 40% 60%، ولكن خايبة على الدرجة 100%. انا شفتك والله القسم المشاهدين ما تسالوني حلوف، الا ملي شفت التصويرة ديال السريعة وجه الحقيقي كيحسب لي الام ديالها. ملي سولت الناس قايل راه ماشي الام ديالها هذيك، راه هي السريعة او وجهها تجلد والتجاعيد، راه حطيتها لكم في المينياتير. شو دي اللي كتعاير سريع، كتعاير سعاد بالمناطق الحساسة، هي بقات في المناطق الحساسه يكونوا بيضاء. نشوف كم مرات طلعت العربون تيوجك في التجاعيد، يعني من المناطق الحساسه كره ماشي على التجاعيد، كره وصلوا لركابيك. قالت لك المناطق الحساسه كتعاير سعاد بالزغب. شوفي كم مرتك كي دايره، بصح في راسي ربي مسخك بالسحر والشعوذه اللي كتعطي لي وبالشر اللي كتطلقي، هو خرج لك في وجهك. واو واو واو، وسعاد كتبان قد بنتك، وحق الله العظيم ان سعاد كتبان قد بنتها. انا سعاد راه تلاقيتها في الواقع، هتقولي سعاد كدير الماكياج هادي؟ لا والقسم بالله، لا سعاد تلاقيتها في الماكياج، هنا تلاقيتها في البحر تلاقيتها في البحر بلا ماكياج بلا والو، قسما بالله لا سعاد باقا صغيرة. اما هاد المهمة كنقول لها جدة، عطيني ترى جدة نيت هاد السريعة بحال جدة، ووجه التجاعيد انا خلعتني. انا كنت شفت في الزنقة تقولي هادي لبنى، والله ما نعرفك الصراحة، وانتي تي واخدك تجاعيدك بولك ما باغاش تحشمي. فين هي الثقافة ديالك؟ الثقافة مبقاش كتبان، الثقافة والصيام الروحي والصلاة النارية. او اللي حنا كنعرفو اللي كيقيم الليل وجهه كيكون هكا، كيدير وجهه كيكون فيه النور، اللي كيكون كيصلي الفجر وكمتبع صلاته وداخل سوق راسو بعيد من المشاكل وبعيد من السحر ومن الشعوذة، كيكون عليه النور على وجهه، كيكون عليه واحد القبول. وانتي وجهك كله تجاعيد وكله محفر وكله الله يستر صدرك، وكتخرجي تعاطي لا انا هادي انا، والثقافة والفلترات كيلو ديال الماكياج. ربي بغى يفضحها، ولا ربي بغى يفضحها، دارت واحد لايف ونسات ما دارتش الفلتر، بانت على حقيقة المرة. الحقيقة المرة هي هادي، هاد التصويرة غتبقى في التاريخ، والله إلا هاد التصويرة غتبقى في التاريخ. ودابا غنوض نجاوب الخطيبة ديالي اللي قالت لك باغا تاخدو ملياردير، حيت البارح خرجت كدق عليا فاطمة الزهراء قالت لي أنا غناخدو ملياردير، والزرقاء والمسخوطة ملياردير. راه يدي شي وحدة اللي زوينة، شي وحدة اللي بحال بلارة، شي وحدة اللي مرضية، شي وحدة اللي مهدية، ما غياخدش وحده زرقاء ديال الخلا مسخوطه، فهمتي؟ وتحيه للزرقين المرضيين، ماشي الزرقين المسخوطين بحال باه خارجه كتكلاشي فيا. قالت لي انا غناخد واحد ملياردير، انا اللي عندي راه ما يكسبوش، عمي المفرقع ما عندوش، اللي عندي انا وعبد والدي ما كنبغيش نبانو ما كنبغيش نعيقو، اللي عند والدي راه ما عادش باك المفرقع اللي غتاخدي ملياردير. ملياردير يقول وحده شيطه، ولا عمرت لك السريعه راسك، بدات كتنفخ لك في الريش ديك السريعه، عادك شي طفراتو في السريعه راه غطفري فيه انت من بعد. بقيتي متبع السريعة ومتبع السخط ديال الأم ديالك، غيكون ساخط عليك الله وساخط عليك الأم ديالك في الدنيا، وغتعيشي مكرصة وتعيشي بحال السريعة، تبقاي مدلولة بحالك بحال السريعة. دابا راه كتقول لك ديري الماكياج ولبسي وخرجي كلاشي مك وكلاشي فلان وانتي هادي وانتي هادي، ديك الساعة كتبيعك العجل وكتضحك عليكم. كيما دارت الخير في اختك اللي بغات تزوجها بالفقيه عنده 4 دراري، راه غدير فيك الخير حتى انتي. دابا كتحرض فيك على الأم ديالك وهتسجلي وما تدويش معاها وما ديريش وقليلة السن. هو الخير اللي دارته لاختك اللي بغات، اللي شحال هي كتعاطى مع الام ديالك وشحال هي كتكلاشي في الام ديالها بسبب السريعه، وفي الاخر بغات تزيد الزوبيا، دوزي تزوجي بالفقيه بولادو باش تفك منها وتفك من الكير ديالها. داكشي اللي غدير لك حتى انت، عاد تسناي المصير ديالك معاها. صحابي دابا كتضحك لك وكتزعمك وداكشي، ولكن ملي غتبان فيك الدقه والله ما غتعقل عليك. اول وحده غادي تدفعك برجلها هي السريعه، اول وحده غادي تقاش عليك هي السريعه، وراك شتيها كيفاش تمسخت. والله الا ربي مسخه في الدنيا، هذيك الفعايل اللي كديرو حتى شيطانيت، وداك الدجاج بجناحو اللي كطيب وتاكلو والعفن خرج ليها في وجهها. حنا كنعرف الناس اللي كيكونوا، الناس اللي كيكونوا مزيان في قلبهم، راه قلبهم على وجههم، النظر ديال الوجه شي واحد كترتاح ليه في وجهه، واخا كيكون الناس ما كيعجبهمش حتى كتشوفو كترتاح ليه، واخا كيكون سمار ولا زرق ولا بياض ولا كيما بغا يكون، ولا حمار ولا كتشوف ليه وجهه سبحان الله بحال النور وكترتاح لوجهه. اما وحده السيده كتشوف وجهها كتخلعك، وقالت لك انا مهلي في المفرقع وكيبات معنقني من الفرقع، الفرقع كيبات معنق جنيه ولا كيبات معنق مرا باش معنقني من الفرقع. وانا قسما بالله تنسي حتى هي بالماكياج، والصباح صافي بحال هكاك بلا ماكياج، قسم بالله تنهرب
انهرب انا نقول واش هذه الموت السريعه جات عندي ولا كيفاش، انهرب تخيل يا جداتها ولا تيها بزاف راتي 100% مبدله، 100% مبدله على التصوير اللي على تصاور الفيديوهات كما كتباني فيهم والانستغرام وهادشي، باش ما يبقاش يغركم الناس بالتصاور بالمظاهر اسيدي الواقع ما كاينش بحال الواقع. السريعه تعطيكم هو اكزامبل قدامكم ها هو كتشوفوا فيه ملموس، شو السريعه كيفاش كتبان لكم في الفيديوهات وبالفلترات وبالتبييض وبالماكياج، وشوفوا التصويرات في المينياتير كيفاش كتبان فيها اللي كتعاير سعاد. لا لا هو كتقول سعاد، شو سعاد ولد 4 دراري، سعاد ولد 4 الا شفتيها تلاقيتيها مباشره والله تقولي ما والداش، كتبان باقا صغيره سعاد. سعاد هو شي سعاد راه ما مهلياش في راسها، سعاد تهلا في راسها تبان صغر من دابا اللي هي فيه الستيل اللي هي فيه، والله سعاد تهلا في راسها تبان صغر من الستيل اللي هي فيه دابا. سعاد ما مهلياش في راسها، سعاد عندك النوع اللي كيجمع يخلي الدراري زعما ما نتهلاش في راسي خلي بلادي، واخا صراحة هاد النقطة خايبة في سعاد، سعاد ما كتخسرش على راسها ما كتهلاش في راسها بزاف، دابا مؤخرا بدات كتحسن شوية. سعاد من دوك الامهات اللي كتقول لك لا انا نجمع لولادي خاص ولادي يعيشوا، اي متفق معاك ما غيكونش تبدري وداك الشيء، ولكن خسري على راسك واحد شويه، خسري على راسك راه ماشي مخصوصه الحمد لله على القناه وعندك شي املاك ديالك الله يخليهم لك، غير واحد خاص تبان عليه النعمه ديال الله سبحانه وتعالى، نبدل ونتقال على فراسي ورد ديم الله، راه الدنيا غنعيشو فيها مره واحده، راه تموتي تخلي من الوارثه، وهاد الوارثه اللي غتخليهم لهم اصلا ما كيستاهلوش، غتقولي غنضرب التمر على قول بناتي غنخليهم لبناتي، هما بناتك في الدنيا وكيتبراو منك. ها بنتك ديك المره قالت لي انا ماما ماتت انا تبرى منك في الدنيا، واش من ولد غتخلي ليهم؟ تهلاي في راسك ودور الوقت غادي يبقى على السريعه ونفرقع عم نساعدهم، ما بقيتي تجمعي 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 سيري وخليها، تهلاي في راسك وخسري على راسك وفقسي السريعه كيما هي كتبغي تفقسي. شوف السريعه كدير كل مره خارجه باللبسه، البارح خارجه بواحد اللبسه واحد الصنايديله وكتقلي لك السم كترش على المفرقع الريحه، وخد لك المفرقع تا هو من كيتمجي عندك انت كيتم غادي مبهدل، ومعاه هي هاد التيشورت ابيض ها القويميجه هادي تهلا في راسه منا ومنا ويرش في الرويح، ومن يتم غادي عاد سعادي تم غادي كل كلب كل كلب كله ريوك والله الا كيتم غادي كديب الله يستر ريحتو مكروهه، ومن كيكون مع السريعه خاص الروايح وخاص المفرقع يدور منا والدلع في المفرقع وهادي، ولكن عم المفرقع راه ما نبغيهاش لك خايبه للدرجه وبوهله راه بزاف صراحه صعيبه تاخدها خايبه نقولو ماشي مشكل، ولكن باش تكون خايبه وكبيره وبوهله راه بزاف. ما فهمتش واش دابا انت باقا تحملي قلتي حامله، هاد التصويره كتبين لي انا راه جداتي، انا جداتي راه قدك تقريبا دابا بحال هكا، باقي وجه جداتي شويه مجبد على وجهك انت، راه التجاعيد راه بزاف، التجاعيد في وجهك راه داير فيهم 200 شقفه، داير فيهم 10 دراهم تدخل تما في التجاعيد اللي في وجهك. ايوا تصيدتي عمي الفرقع بصحتك السيده، والسلام عليكم المشاهدين، كثروا اللايكات كثروا التعاليق كثروا التعاليق دوبلوهم والبارطاج، الى فيديو قادم ان شاء الله.